اليوم في الحقيقة جبتكم لواحد البلاصة بزاف بزاف هايلة اللي نسموها مينياتورك. إذا حابين تشوفوا الترك كامل في مكان واحد تقدروا تجيو لهذا المكان، واليوم راح نعرض لكم حتى الأسعار وكيفاش تجيو إن شاء الله لهنا. خليكم معايا. المكان اللي راح نشوفوه اليوم اللي هو مينياتورك، وفيه كل المعالم الأثرية والمعالم السياحية الموجودة داخل تركيا. يعني بكل بساطة تقدروا تقولوا أنه راح نزوروا كل تركيا في يوم واحد. في هذا البارك راح نشوفوا كل الإنجازات اللي دارتهم تركيا، من السد إلى المترو إلى كل شيء، بالإضافة إلى المعالم التاريخية والمعالم السياحية الموجودة في كل تركيا. في هذا البارك كذلك راح تلقوا 136 مجسم فيه أدق التفاصيل، درجة مخيفة. كما راكم تشوفوا كل شيء صغير هنا، تقدروا تشوفوا تركيا كامل بمجسمات صغيرة. حتى المناطق التاريخية والمناطق السياحية راح تلقوهم بأجسام مصغرة، حاسة روحي عملاقة. لذلك اللي مازال ما جاش لهنا نصحو يجي لهنا، واسمها مينياتورك. مينياتورك البلد تذكرة الدخول، سوري، تذكرة الدخول هو 40 ليرة، بالنسبة للطلاب 20 ليرة. لذلك البلد ماهيش غالية بزاف، تقدروا تجيو. ما تنساوش الاشتراك في القناة، وما تنساوش تخلوا لي رايكم في قناة التعليقات، وصحة عيدكم مجددا. كاين عفسه شحال صغار، ولي ديطاي تاعهم بزاف هايلين ما شاء الله. وسمو المسجد الكبير في محافظه ديار بكر. هذه جنبنا بورسابو تركيا ديوت مدينة. بوغ باللي زاتان چونكو بايراك تشوك بيغ غورد موردا. هذا الضريح تاع ارطغرل جاي في بلجيك. دوكا بك راني هنايا، راني حسب لي ما زرت والو في تركيا. اي شوفوا هذا الجامع الازرق نور، ما في جامع غالبا ما في. شوفوا لي ديتاي، شوفوا سبحان الله. وحتى النقطة هذه حبيت نعبر لكم على رأيي الشخصي، اللي هو أنه تركيا صراحة دولة عظيمة، مش بش أنجزت، لكن بتاريخها وحفاظها على التاريخ تاعها، وخلت أنه تاريخها يكون عبرة للحاضر وعبرة للمستقبل. للأسف الشديد ما كنتش قادرة نصور لكم الفيار، ولا نصور لكم الواقع الافتراضي اللي شفناه في واحدة من نشاطات هذا البارك، اللي دخلكم في التاريخ كيفاش كان السلطان أحمد في الوقت تاع محمد الفاتح، كيفاش يعتزوا بالإسلام، كيفاش يعتزوا بالتاريخ تاعهم، كيفاش شايفين أنه التاريخ تاعهم شيء عظيم لازم يتفكروه ولازم يعلموه لأولادهم.
لذلك يعني فريمون تمنيت هذه الحاجة وكان كانت في الجزائر، وخاصة تمنيت أنه حوايج بسيطة كما هذو اللي راكم شايفينهم يستجذبوا بزاف بزاف السياح. قدر أمور بسيطة، ماشي لازم أمور يعني مناطق سياحية، وإحنا الجزائر عندها بزاف مناطق سياحية للأسف ما نستغلناش. وهنا نروح نعطيكم واحد المعلومة أنا انصدمت كي عرفتها أول مرة، اللي هي قصور النمرود موجودة هنا في تركيا. حتى أنه عندهم أغنية كما قال يوزجاكنا، عندهم أغنية خاصة بالنمرود كانوا يغنوها من بكري وما زالت عندهم لحد الآن. هذا المجسم هو عبارة عن مجسم بسيط لقصور النمرود، وكان تشوفوه في الواقع بزاف كبير، الراس الواحد تاع التمثال يعني قد الباطيمة قد البينا. شيء مونتين يابتيا. إزمير داشكن. ديتايلا ربعت. وااا جان. باكسانا هنا. شيء. يوكيا حتى. تي. ها إسكي شا. وااا. Çorum'da. Çorum. وكي قلت لكم تزوروا كل تركيا في مكان واحد ما كنتش نبالغ، لأنه هذه كابادوكيا. كابادوكيا هي مدينة في تركيا مشهورة بهذو البالونات، كذلك يوجد استاد تاعهم الكبير في إسطنبول اللي راح نشوفوه هنايا، فيه كذلك أدق تفاصيل حتى الجمهور. هذا المنطقة اللي رانا فيها هي كيزكولاسي اللي هي برج الأميرة، كذلك مطار إسطنبول الكبير، كذلك التفاصيل خيالية. وبعد ذلك راح نشوفوا جسر البوسفور اللي ملفين تشوفوا بزاف في الفيلمات. الحاجة اللي عجبتني في هذا المنطقة بالتحديد هو أنه حطوا كل مكان مشهور في إسطنبول، حطوا له جالي تميزو، كذلك في المناطق كأنه راك تشوفوا الخريطة مصغرة، سبحان الله. والآن جاء وقت الأكل، وهذه المكلة أكيد حابة نحضر لكم عليها اللي نسموها إسلاك برجر، اللي هو البرجر المبلل. يكون برجر عادي لكن الخبز تاعه يكون طيب في الفوار، ويكون تاع صح مبلل بلا صوص تاع الطماطم. أكلة يعني خفيفة بصح بزاف بنينة. وهنا كانت المفاجأة أنه لقيت المعلم الوحيد اللي كان من المعالم خارج تركيا هي القدس وباب الشام. كنت بزاف فرحانة، حسيت بعد الإحساس بزاف هايل. Thank you.
وهنا اللي حكيت لكم عليه الفيار او الواقع الافتراضي، راحين تحطوا نواظر هذوك يخلوا التجربه كانه راكم تاع الصح تاخذوا تجربه وراكم تطيروا في اسطنبول وكذلك تعودون للماضي. كانت تجربه بزاف هايله، لذلك نوصي اي واحد جاء المينياتور يجربها، بزاف بزاف رائعه. احنا كذلك راح نوريكم اخر نشاط درناها انا وجان او اخر تجربه درناها في هذا البارك، اللي هي تجربه البيت المقلوب. البيت المقلوب هو عبارة عن بيت لكل الأشياء لاصقين في السقف، وانتو كي تدخلوا تحسوا راكم تمشيوا في على سقف المنزل. لواش يصلح هذا البيت ولا كيفاش يعني التجربة تاعو، انه كي تاخذوا صورة تقلبوها او تاخذوا فيديو تقلبوه تولي تبانوا كشغل كنتو تمشيوا على سقف البيت. للمعلومة أنه التيكي تاع الدخول هو 15 ليرة للطالب و 30 ليرة للشخص العادي، تلقوها في كل منطقة في إسطنبول تقريبا، كذلك تلقوها كذلك في كل تركيا، حتى أنه تقريبا نفس الأسعار في كل مكان. وهذا تطبيق واقعي الكيفاش تشوفوا المنزل دوكا. كي راكم تشوفوه انا راني نمشي على السقف ونبان شغل انا اللي راني مقلوبه، ماشي المنزل اللي هو مقلوب. يعني تجربه جاست فور فان، يعني ماهيش حاجه كبيره، لكن جا في الحقيقه ما عجبوش، قال لي مشي وتمسخر، هذا مدينه تراه على باطل، لكن في الحقيقه انا عجبتني بزاف. وبهذا اصدقائي صديقاتي نقدر نقول لكم خلصنا البلوك تاع اليوم. كان في الحقيقه يعني توصيه على مكان حبيتكم تعرفوا اجمل المناطق اللي غادي نزوروها اذا جيتوا سياحه لاسطنبول. ما تنساوش الاشتراك في القناه، خلوا لي رايكم في قناه التعليقات، وصحه عندكم وكل عام وانتم بألف خير.